زيارة هذا اليوم إلى العمليات الجارية لتحرير قضاء تل أحفر. اتفقدنا القطعات، الخطط العمليات الجارية كانت تسير وفق ما مخطط ومدروس لها حقيقة. ناقشنا الخطط المستقبلية والتسريع بإنجازها، وأيضا أكدنا على عدة جوانب. أولا المحافظة على الأجنحة وتنسيق الجبهات بين القطعات اللي تتقدم. أيضا أكدنا على الجانب الإنساني بالنسبة للنازحين، الإسناد الجوي، الإسناد المدفعي. القطعات إن شاء الله تسير وفق جدول زمني مدروس حسب ما حطت قيادة العمليات المشتركة. الأخ قائد القوات البرية هنا يشرف على محورين مهمة جدا، اللي هو محور فرقة 15 وفرقة 16. توقعاتنا إن شاء الله بأقل مدة إن شاء الله يعلن تحرير قرار قضاء تل أحفر. أولا تحياتي إلى أهلنا الأعزاء في الموصل الحبيبة، وأنا أحب مدينة الموصل لأن لي روابط تاريخية، وأنا خريج الموصل وأهلي وناسي وعمامي هنا، وأهنيهم بهذا النصر الكبير وتحرير مدينتهم رغم يعني دمرت من قبل داعش، ولكن إن شاء الله يتم إعادتها. الآن نحن الآن في المرحلة الأخيرة وهو تحرير مدينة تل أحفر، وهو القضاء المهم اللي تابع إلى الموصل. وما لاحظناه في تل أحفر أنه معركة مختلفة جدا عن الموصل. الموقف العدو يتقهقر، المقاومة جدا ضعيفة، ما الهروب الجماعي كان قبل المعركة بكم يوم. أيضا تم إخلاء عدد كبير من النازحين، 15 ألف نازح من قبل القوات البرية، وهذا طبعا ما سهل العملية. الآن احنا نلاحق العدو في داخل المدينة، بدينا ندخل داخل المدينة ونعالج العبوات وبعض الانتحاريين وبعض المضافات. كل القطعات وكل محاور حررت كل القرى بالعشرات المحيطة بتل أحفر من عين الحصان ومن كل المحاور وصولا إلى داخل مدينة تل أحفر. الآن هي كلها القطعات مشتركة بدأت تتعاون فيما بينها. في بعض المحاور دخلنا أكثر من كيلومتر، ومحاور أخرى في 900. وصلنا إلى معمل الطحين وحررنا المصفى ومناطق أخرى ومفرق الكسك، يعني أعتقد أن إن شاء الله العملية تتم بسلاسة بدون خسائر، وستكون عملية تحرير تل أحفر عملية أسهل بكثير من تحرير الموصل. طيران جيش هو الفاعل الرئيسي في هذه اللمة، وأيضا قوات التحالف والقوة الجوية وأندك أوقارهم وملاحقتهم في كل أماكن. زين، إيش قدر الخسائر العدو عن طريق الطيران الجيش العراقي؟ إحنا في كل يوم نقتل بحدود 23 إلى 25، 35، وهذا يعني عدد أقل بكثير ما كان في الموصل. إحنا في الموصل كان عدد الأحيان يصل في اليوم الواحد 115، أحيانا 150، يعني الأعداد كبيرة. الآن عددهم غير، يعني عدد الموجودين قليل، هاربين أكثرهم. ما بقى في المحلبية مثلا لا يجد عددهم أكثر من 60 واحد أقل. في دل ما بقى في تل أحفر يوم يعني بحدود أقل من 1000 واحد. المعلومات اللي كانت تصلنا يعني عن طريق استخبارات يقولون يعني أكثر الدواعش اتجهوا إلى منطقة العياضية. العياضية ما راح يستقروا، العياضية منطقة متموجة ويسهل بها التسرب باتجاه سوريا والحدود. فهذا أعتقد هو طبعا هو قبل العملية هذا. فحسنا فعلت القوات البرية المدمنة وفي إخلاء النازحين قبل العملية، وهي سهلت إن خطران جيش، لأن إحنا مهمتنا جدا صعبة علينا التفريق ما بين دواعش مدنيين والحفاظ على حياتهم. ماكو أي خط امداد بين داعش وبين سوريا؟ لا، إحنا موجود طائراتنا، موجود أيضا الحدود ممسوكة أيضا بقوات برية أيضا وقسم الحشد. هذا اليوم زار قاطع العمليات السيد رئيس أركان الجيش، احنا بتواصل مستمر معه، ولكن الان الزياره الميدانيه هي اللي تعطي معنويات كبيره الى المقاتلين، وايضا تذليل جميع الصعوبات والمتطلبات التي قد تتطلب لها العمليات. ايضا كان تواصل كبير مع الاخ قائد عملية قادمون يا تل أحفر فريق عبد الأمير يا الله. هنالك اندفاع كبير من القادة والآمرين في تنفيذ المهمات. الأهداف أيضا نأخذها بشكل سريع بطرد الدواعش من المنطقة أو جعلها مقبرة لهم.
إن شاء الله سيعود كل العراق آمنا مطمئنا بأهله شرفاء وشعبه البطل. إن شاء الله ستكون هذه الأرض مقبرة لكل من يريد أن يدنسها. لليوم الخامس على التوالي عملية غاد مونيات اللعفر مستمرة، وقطعات فرقة المشاة 15 من دفع نحو أهدافها، وبعون الله سبحانه وتعالى وبإسناد من المدفعي وإسناد طيران التحالف تم حتى الساعة 1730 من يوم أمس يوم الأربعاء تحرير جبل شيخ إبراهيم وقرية شيخ إبراهيم وحمرة عراب وعين الواح، وحاليا قطعاتنا في قرية شيخ إبراهيم وقرية الطينية، وحاليا نستعد إلى الواجبات المستقبلية اللي راح تعهد إلينا من قبل قيادة عمليات المشتركة. اليوم شرفنا بزيارة السيد رئيس أركان الجيش المحترم إلى قاطع الفرقة المشاة 16 واللي هي من قطاعات الجيش المشتركة بالمحور الشمالي ضمن عمليات قادمون يات الأحفر، واطلع على الخطط والإنجازات والنتائج اللي تقدم المحاور وتم إيجازه بما حرر وما وصلت إليه القطاعات فرقة 16 لهذا الحدود. وكان أيضا أبدأ بعض التوجيهات، ومن أهم التوجيهات هو طلب التعامل الإنساني الأولي وعلى القتالي باتجاه المدنيين، وهذا ما معمول به، وأيضا نلتزم بهذه التوجيهات إن شاء الله كقطاعات عسكرية ونمثل الجيش العراقي. كان الهمة للمقاتلين الأبطال من فرقة 16 همة عالية ومعنويات عالية كآمرين وضباط ومقاتلين. أيضا أبدأ ارتياحه بالتنسيق الموجود ما بين الفرق والقطاعات المشتركة، حيث كان هناك تنسيق مع الفرقة 15 وكان بإشراف القيادات الموجودة على هذه العمليات. الآن احنا في حالة تقدم، ويمكن تم تحرير أكثر من 14 قرية، وهنالك أماكن حيوية ومهمة تحريرها واللي هو تقاطع الكسك اللي يعتبر تقاطع يربط شبكة من الطرق المؤدية باتجاه ربيعة وأسك موصل وسد الموصل وباتجاه تل الأحفر وباتجاه بادوش وباتجاه المحلبية. أيضا مفرق العاشق تم تحريره، العاشق الأولى والعاشق الثانية. أيضا تم تحرير مصفى النفط في الكسك ورفع العلم العراقي عليه. الآن تم تحرير منطقة الدبونة هذه الساعات الآن، والآن تقريبا المناطق باتجاه تل الأحفر تم تحريرها القرى، ومهما كانت معقدة من حيث الموانع والعبوات والعجلات المفخخة، لكن رجال فرقة 16 المقاتلين الأبطال كانوا لديهم الخبرة لمواجهة هكذا قتالات وهكذا موانع.